بنطلب من كل الناس المتواجده في الملعب ان هي تخللنا بس الملعب عشان الناس المصورين يقدروا ان هم يغطوا المباراه على اجمل وجه. مباراه تليق بالدوره الرمضانيه الكبيره دوره اوست ورياض شيتوس الساحر الهداف الساحر تاني مروان هشام يا عيني علي مجدي معان صوحي ولكن بيتصدرها بقى خالد بيبو علي مجدي يا لعيبي علي مجدي بخبرة السنين بيحط جسمه قدام نصوحي وحلوة لكن نصوحي كده برضه بيرجع ويحط جسمه قدام علي مجدي جده بيقوم بدور الدفاعي خالد بيبو بتتقطع سيف يا ولد يا لعيب يا سيف بيعدي بنفكر حضراتكم نتيجة المباراة لسه حالا كنت افكرهم ولكن بيسلم جده جده بيجرب واحده بتروح لوائل رياض ولكن محمد حازم صاحبها بتروح الكوره مروان هشام يا ولد يا لعيب يا مروان ولكن حارس المرمى بيتصدرها مروان هشام واقف على كورته فين الكوره هنستغل وجود الفري ستايلر يورو ان هو هينزل هيعمل بعض التحديات مع الساده الحضور اللي مهورنا في دوره اوست احد اكبر الدورات الرمضانيه. ياسر يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب تاني اهداف ياسر سعيد اربع اهداف في ماتش واحد وماتش دولي وماتش ما حدش يقدر ينساه. محمد سيف يا ولد يا لعيب يا جدو يا ولد يا لعيب يا جدو يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب يا جدو الغزالة رايقة محمد ناجي جدو ابن حوش عيسى كابتن خالد بيبو يا ولد يا لعيب يا لعيب يا لعيب كابتن وائل رياض يا ولد يا لعيب ولكن بتعلو العرض بسنتيمترات يا جماعة متعة 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 والله متعة ولكن نصوحي جدو بيبو يا حاوي يا حاوي من خرم إبرة من خرم إبرة هدف في ينال بقى إعجاب الحاضرين في دورة أوست على هادي مش مستعجلين الجول بيجي في ثانية يا جماعة شوف والله الكابتن خالد بيبو شوف من امتى معتز الكورة ولكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش اللعيبة بتاعت النهاردة. هنا اللي يلعب معانا يستحمل. مقولة شخص يعني يا ساتر. الله عليك يا كابتن وائل يا رياض 4-3 تقليص الفارق. نورك يا ولد بيقطع الكورة بلعبة كده لخالد بيبو. يا ولد يا لعيب يا خالد يا بيبو. يا عيني على الترويض ويا عيني على الاستلام وائل رياض شيتوس لو حط الجد خطر هي يا عيني عليك يا محمد يا حازم يا عيني عليك يا محمد يا حازم تصدي اهم تصدي في المباراه لو فرقته كسبت هيبقى هو السبب لان هو تصدي كان ممكن يخلي فرقه نجوم المنتخب المصري يا قدامه محي خولي دخل عليه يرد عايزين نشوف حاجه يا محي بقى بدل اللي انت عمال تسائلنا في الكوره من اول اليوم يا عيني يا رد عليا بسرعه محي الخولي محي الخولي اخو صلاح الخولي وعلاء الخولي اللي قاعدين بقى طبعا بيطبلوا لاخوهم على اي كوره يا ولد يا لعيب يا جدو يا ولد يا لعيب يا جدو نصوحي عايز يجرب واحده يا ولد يا ولد يا ولد بس شويه هوا حلوين كابتن محي الخولي لا يا جماعه لا لا يا جماعه قلت لكم الراجل ده حاول هل هيتم استغلالها؟ ادونا درس بقى ادونا درس يا جماعه بتطول استغلال الحارس طلع اتقدم استغل التقدم ده واحده يا نصوحي ولا ايه معاك خالد بيبو مروان هشام من غير تفاصيل من غير تفاصيل والهدف السادس